عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة عمر سحر. يا جماعة النهاردة هعمل فلوج للأهلي كلوب، استنونا تابعونا. أنا هلبس دلوقتي، أخش ألبس بعد كده أكمل معكم الفيديو وأنا في العربية لغاية لما أروح. تابعونا. أنا وصلت النادي الأهلي، أنا قدام البوابة حاليا، و أخش وأفتح الفلوج تاني. أو سلام، أنا دخلت دلوقتي النادي يا جماعة. انا بدات اخش اقعد على الترابيزه بتاعتنا، عندنا يعني ترابيزه انا عشان انا قرايبي هنا وكده، فهم حاجزين ترابيزه، فانا اخش ادور عليهم واخش اقعد معاهم. اول ما اخش هوريكم الفيديو. ماشي، يلا. دخلت في قلب النادي يعني جواه خالص، انا بدات بس بدور عليهم، مش عارف خالص. خليكم معايا عقبال ما ادور عليهم. يا جماعة أنا عمال أدور عليهم أصلا بقالي كتير، وعمال أدور وأتصل ومحدش كلهم منفضين. هنعدي سبوبة مية وقعدت أعمل فلوج دوت، وبصوا أنا قفلوه دلوقتي، وأول ما ألاقيهم هوريكوا. أنا بكملكوا بقى الفلوج، ومعايا عمار أخويا ده اللي بيصورني، وأحيانا بيطلع معايا زي المرة دي كده، يطلع معايا في فلوج النادي الأهلي. دلوقتي انا هنزل في مكان بلعب فيه دايما، بنلعب فيه احنا كلنا قال الدجاج، بس كل الناس بتخش فيه حتى الناس الكبار. انا صاري فيها دلوقتي، انا هقعد امشي، انتوا عارفين بقى انا بقعد امشي بمشي، لقيت حاجة العب فيه. بس النادي الاهلي الروعة، زحمة. مجانين يا جماعة، دول اتنين مجانين، دول من المستشفى المجانين العقلية لمستشفى الأمراض. ثلاثة خايفين يا جماعة، ده ثلاثة خايفين من طبق من اللعبة يعني. طبعا أنا معايا عمار ده أخويا وحبيبي. يا جماعة أنا هطلع ديت وهتزحلق الزحلقة ديت وأوريكم منظر المجرم. وقتي من داخل اللعبة يا جماعة، أنا جوه اللعبة بالظبط. إيه ده؟ 25 وقتي من الزحلقة الزحلقة ديت، الزحلقة دي لو أي حد اتحور منها أنا وأنا أخويا نازل ورايا، وإحنا مع بعض طبعا نطير ورا. يا جماعة كده خلصت حلقتنا، يا رب تعجبكم الفيديو، اعملوا لايك سبسكرايب اند كومنت وشير. السلام عليكم.